ده هنتكلم فيه مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر اللي موجود معانا. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا استاذ شريف، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني اولا عايز يعني بيتهيألي ان انا ما قلتش حاجه تستوجب التصحيح قوي، لكن اذا كان في ارجوك انا عايز اتاكد بس الاول اهم حاجه الموقف النهائي في اللحظه اللي احنا بنكلم حضرتك فيها. هو حضرتك الموقف النهائي زي ما حضرتك ذكرت، يمكن اخر فيديو انا يمكن تلقيته من مرسى علم على غرفة عمليات المحافظة. أيوة. وكان في عدد من الركاب اللي تم استشهادهم بواسطة القوات البحرية. الحقيقة خليني بس يعني أتكلم في الموضوع ده بشكل آخر شوية. اتفضل يا فندم. يعني أنا عاوز أقول إن الحادثة ديت فعلا يعني يعني على رأسها القوات المسلحة طبعا والقوات البحرية، الحقيقة يعني قامت بدور غير عادي ومجهود غير طبيعي منذ اللحظات الأولى للإبلاغ 5 فجرا أمس. أيوة. يعني مع بداية الحادثة، ويمكن احنا على تواصل شبه يعني مش عاوز أقول لحضرتك احنا على تواصل مستمر ودائم. أيضا كافة الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر بتشارك حتى هذه اللحظة من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة ما بيننا وما بين بعض. زي ما حضرتك ذكرت إن الحوادث، وده أنا يعني زي ما قلت حضرتك في كلامك، الحوادث تعتبر منعدمة خاصة بالنسبة لمراكب السفاري. مراكب السفاري من المراكب أو معظم أو يعني نقدر نقول بنسبة كبيرة جدا 98-99% المراكب دي بتخضع لتفتيش دقيق جدا من هيئة السلامة البحرية. والمركب اللي احنا بنتكلم عليها ديت مكشوف عليها وترخيصها كان في 3/11/3 الماضي ولمدة عام. اتكشف على الحالة الفنية بتاعتها، مفيش أي حاجة ناقصة في المعدات اللي المفروض تكون مجهزة بيها، لأن دي مركب بتبقى مجهزة للسفاري وللغطس بالتحديد. المركب طول حاجة و30 متر، عرض 8 متر، ومزودة طبعا بكباين للإقامة. المركب دي يا فندم من المراكب اللي بتبات في البحر، ما بتطلعش جولات يومية، بس دي مركب اللي بيباتوا في البحر. ومعظم الركاب حضرتك اللي بيجوا حاجزين، دول ما بينزلوش في اوتيلات. أيوة. دول بينزلوا مباشرة على مركب السفاري. المركب دي المفروض كانت تطلع 24 ترجع 29. وعشان اكون برضو يعني واضح مع حضرتك، احنا يمكن عندنا دايما بيتم الابلاغ حتى في البحر في حالة. أيوة. التغير المناخي بيتم الابلاغ باستمرار عن احتمالات تغير مناخي بحيث ان المركب تبتدي تاخد اتجاه العرض. الحادثة دي حصلت على مسافة 45 ميل بحري تقريبا من الساحل، والتغير المناخي اللي حدث بشكل مفاجئ جدا طبقا لكلام الشهود. انا ما اقدرش اتكلم عن التحقيقات بتاعة النيابة، ما اقدرش اتكلم في بس يعني المشاهد الأولية بتقول ان حصل تغيير في الجو وهي على المسافة.